قصف يستهدف حركة أنصار الله الأوفياء على الحدود مع سوريا، فصائل تتهم التحالف والأخير يتبرأ. طهران توافق بغداد على أمن البعثات، وسفيرها يؤكد ندعم إجراءات الكاظمي في حماية الدبلوماسيين. رواتب العراقيين أسيرة خلاف بين الحكومة والبرلمان، ووزير المالية يقول لا صرف من دون اقتراض. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من يو تي في، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي استهداف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي بضربات جوية في البادية السورية، بينما قال مصدر أمني إن القصف استهدف لواء تابعا للحشد الشعبي. المصدر أفاد بأن قنابل مجهولة سقطت على مقتربات اللواء 19 في الحشد الشعبي التابع لحركة أنصار الله الأوفياء والمنتشر في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، مبينا أن طيرانا أمريكيا جاب المنطقة بالتزامن مع القصف. ولم يصدر الحشد الشعبي بيانا حتى لحظة إذاعة هذا الخبر بشأن القصف، كما لم يتطرق الجانب الأمريكي إلى استهداف وحدات للحشد. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والسفير الإيراني لدى العراق إيريج مسجدي ضرورة دعم إجراءات الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية وترسيخ سلطة الدولة وفرض القانون. وخلال استقبال صالح للسفير الإيراني في بغداد، بحث الطرفان التطورات السياسية على الساحة الإقليمية وأهمية تخفيف التوترات في المنطقة والتزام الحوار وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أكد مسجدي التزام بلاده بدعم استقرار العراق وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن هناك سياسيين يطالبون بخروج الأمريكان من العراق، بينما هم ذهبوا إلى واشنطن قبل عام 2003 ليطلبوا منها إسقاط نظام صدام حسين. جاء ذلك في مقابلة خاصة أجراها معه التلفزيون العراقي الرسمي. اللي يزودون على العلاقات مع أمريكا، أذكرهم مو بعضكم قبل سقوط صدام حسين رحتوا البيت الأبيض وطلبت المساعدة بإسقاط صدام حسين، ليش انقلبتوا؟ أمريكا يجب أن نعترف وقعت في أخطاء كبيرة خلال مرحلة الاحتلال للعراق لحد 2011، ولكن يجب أن نعترف أمريكا ساعدتنا بالسقوط أو بإسقاط نظام صدام حسين اللي كنا نحاربه كليتنا وعانينا منه فترة طويلة. كذلك لا ننسى أمريكا ساعدتنا بالحرب ضد داعش، يجب أن لا ننسى كل من ساعد العراق في الحرب على داعش. إجراءات ملموسة قدمتها الحكومة العراقية للبعثات الدبلوماسية بشأن أزمة خلايا الكاتيوشا، هذه أبرزها. في أول تواصل رسمي يجري بين بغداد وواشنطن، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره العراقي بأن الإدارة الأمريكية ستنظر في تضمينات العراق وإجراءاته الأمنية لحماية المنطقة الخضراء وإمكانية العدول عن قرار إغلاق السفارة. ميدانيا وجه الكاظمي بحسب مصادر مقربة منه بوضع مقرات تعود لفصائل مسلحة تحت الرقابة المشددة لملاحقة مستهدفي السفارات، فضلا عن تكثيف انتشار القوات الأمنية حول المقرات الدبلوماسية. أما سياسيا فالمفاوضات الشاقة لضبط إيقاع الفصائل المسلحة لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة مطمئنة، فالكاظمي لم يحصل على أي تعهد من أي جهة بإيقاف الهجمات، ما جعل الباب مفتوحا أمام مزيد من التصعيد. تم توجيه تحذير واضح لكل الفصائل بهذه القضية، يعني أكو أشياء كثيرة صعب الكلام بها في الإعلام، لكن الحكومة تعمل بشكل تام مع هيئة الحشد الشعبي مع السفارات بقسم من الدول. وإذا ما نجح الحوار في إنهاء الأزمة فإن التطورات الأخيرة تبيح احتمالات خطيرة قد لا تحمد عقباها، أخطرها مواجهة الفصائل المسلحة عسكريا التي تحاول كسر هيبة الدولة وإضعافها في التحديات الكبيرة.
من بغداد معنا الخبير الأمني الدكتور أمير الساعدي. مرحبا بك دكتور أمير. ما حقيقة القصف الأمريكي للواء تابع للحشد الشعبي وفق ما تحدثت مصادر أمنية، بينما أعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف مواقع لداعش على الحدود العراقية السورية؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم الكرام. طبعا في البدء نفت قيادة عمليات الحشد الشعبي في الأنبار بوجود أي قصف على أي وحدة من وحداتها المرابطة على الحدود العراقية السورية، وقالت بأن هي على أعلى جهوزية للتصدي لأي خرق قدم الحدود السورية، وهي مرابطة على قاطع غرب الأنبار بشكل كامل وبالتعاضد مع الجيش السوري في الجانب الآخر، ولم تكن هناك أي ضربة أمريكية على أي قطعة من قطاعات المنتشرة في المنطقة. طيب. نعم قد تكون هناك، وحسب يعني الأنباء الأولية التي صدرت من المصادر الأمنية، هناك عملية للتحالف الدولي قد قامت بعملية استهداف قرب الحدود العراقية لبعض مضافات تنظيم داعش الإرهابي، لكنها لم تصل إلى مناطق تواجد على أقل تقدير اللواء 19 مثل ما أعلنت بعض وسائل الإعلام المرابطة في مناطق غرب عكاشات أو على الحدود السورية العراقية. طيب إذن ما هي أسباب إعلان بعض الفصائل المسلحة استهداف اللواء 19 للحشد الشعبي؟ هل هناك رسائل من وراء هذا الإعلان أو تمويه لهذا الإعلان؟ طبعا حتى نكون أكثر وضوحا، قد تكون الضربات التي نفذها التحالف الدولي هي بالقرب من بعض قاطع مسؤوليات الحشد الشعبي، أي من المعلوم أن كل وحدة عسكرية لديها قاطع مسؤوليات يمتد إلى من بضعة أمتار إلى بضعة كيلومترات، وبالتالي قد تكون الضربات لاستهداف هذا التنظيم الإرهابي في عمق صحراء غرب الأنبار قد يكون موازي لعمليات التفتيش والملاحقة التي تقوم بها فصائل الحشد الشعبي، ولا سيما كانت هناك عملية كبيرة قامت بها تلك الوحدات في مناطق عمق وادي حوران والحسينية وقريب مناطق العكاشات والقائم سميت بالفتح المبين، وأتت على نتائج مهمة في حينها قد أتت على مصادق عملية المواجهة مع هذا التنظيم الإرهابي، وبالتالي نرى قد تكون عملية الخشية والتهاب لقيادات الحشد الشعبي أن تكون هناك عملية استهداف نتيجة التصعيد بعمليات الاستهداف الغير مباشر من بعض الفصائل المسلحة العراقية منفلتة عن عقال إدارة الدولة وقانونها، قد تكون عملية تصعيد من قبلها حتى تقول بأن هناك عملية استهداف لتقوم هي بالطرف الآخر بإرسال رسائل موازية للولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف الدولي على ضوء هذا الاستهداف، لكن لحد الآن الحشد الشعبي بجهة الرسمية نفى هذا الأمر. طيب تقرأ دكتور أمير لقاء رئيس الجمهورية مع السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي وما خرج به هذا الاتفاق، طهران تدعم إجراءات الكاظمي بحماية أمن البعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق. طبعا حتى نؤكد على هذا المسار السياسي، لم تكن هذه التصريحات الأولى من السفير مسجدي ولم تكن التصريحات أيضا الأولى من قبل إيران. سبق وأن زار السيد وزير الخارجية العراقي إلى طهران، وقد كان هناك تصريح مباشر من قبل أولا السيد ظريف ومن قبل السيد روحاني بهذا الخصوص بأنه يريدون أن يكون هناك عراقا قويا بعيدا عن هذه التدخلات، وإيران غير داعمة لتلك الفصائل التي تستهدف البعثات الدبلوماسية بل تنفي هذا العمل وتستنكره، وبالتالي نرى بأنه ما يجري على أرض الواقع يقول شيئا آخر أيضا، وهناك عملية متابعة وملاحقة قد تكون من أجهزتنا الأمنية لهذا الأمر، لكن المعلومات المؤكدة بين بعض تلك الفصائل التي خرجت من رحم بعض القيادات الكبيرة لفصائل ما يسمى المقاومة قد تكون هي المتورطة في هذا الشأن، والمعلوم بأن تلك الفصائل هي دعمها من إيران وليس من الداخل العراقي، وحسب قد تكون لديها بعض الرؤى السياسية أو الأيديولوجية لكنها بعيدة عن سياسة الدولة وسياستها العامة، وبنفس الوقت نرى بأن السيد الكاظمي أكد يوم أمس في خطابه المتلفز على هذا الموضوع بأن ينبغي أن يكون هناك عملية توازن في العلاقات الطبيعية، لأن هناك علاقات دولية حاكمة بمواثيق واتفاقات لا ينبغي خرقها الآن ونحن بأمس الحاجة. وكيف يمكن للحكومة دكتور أمير أن تبعد العراق عن العزلة الدولية ويات هذه العزلة، وكذلك هل بإمكانها اليوم أن تقلل أو يعني تنهي ملف استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق؟
إذا أردنا أن نكون واضحين وواقعيين، الأمر صعب على الحكومة العراقية في هذا الظرف. ما زالت لحد الآن السيد الكاظمي حسب ما رشح منه على أقل تقدير في لقائه يوم أمس يحاول أول تثبيت عرى إدارة سلطة الدولة العراقية، ولم يستطع أن يتمم كامل هذا الأمر. ما زال لحد الآن يمضي بسياسة ناعمة، يحاول جهد الإمكان بخلق توازن طبيعي بين العلاقات تلك الفصائل والأحزاب وقياداتها على أقل تقدير في بعض يعني أروقة السياسة، حتى يستطيع أن يدير دفة علاقة التوازن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في نفس الوقت. على أقل تقدير ما قامت به السيدة بلا سخرت بخطوة متقدمة بزيارة قيادة الحشد الشعبي، كان هو من ضمن هذا عملية خلق هذا التوازن وإيجاد عملية هدنة بين كل تلك الأطراف التي قد تكون ضامنها الأمم المتحدة وأطراف سياسية عراقية، تبعد شبح خلق ساحة نزاع أخرى قد توصل لا سمح الله إلى فوضى جديدة بالعراق. الخبير الأمني أمير الساعدي، أشكرك جزيل الشكر. قال متحدث باسم قوات 70 التابعة للبيشمركة أن مستودع لذخيرة تابعة للقوات في السليمانية انفجر صباح اليوم لسبب مجهول حتى الآن. المتحدث أحمد لطيف أفاد بأن الانفجار أدى إلى أضرار كبيرة في المستودع، مبينا أن استمرار احتراق المستودع حال دون معرفة سبب الانفجار، فيما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة على الحريق. قال القاضي وائل عبد اللطيف انه وقع تعهدا امام قاضي التحقيق في الشكوى المقامه ضده من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعدم التعرض للاخير، وبتوقيع التعهد اغلقت دعوى رفعها العامري ضد عبد اللطيف بتهمه السب والقذف وفقا للماده 433 صدر على خلفيتها امر قبض عن محكمه استئناف بغداد الرصافه الاتحاديه بحق القاضي عبد اللطيف. اجتذب خطأ لغوي في تغريدة للسفير الكندي لدى العراق أولريك شانون العراقيين من مستخدمي منصة تويتر، وبعد أن عرض عليه أحد المعلقين العمل معه لكتابة نصوصه جاء الرد غير المتوقع من السفير. على وقع خطأ لغوي في تغريدة للسفير الكندي في العراق أولريك شانون انطلقت موجة من التفاعل بين العراقيين على المنصة الرقمية، حتى تقدم أحدهم بطلب تعيينه كأدمن للسفير. رفض الطلب، وأجاب السفير أنه يصر على كتابة تغريداته باللغة العربية بنفسه، والسبب أنه يريد أن يتأكد العراقيون من صدقه معهم. السلام عليكم. السلام على أهل العراق جنوبه وشماله عربي وكردي وكل أطرافه. أنا أولريك شانون. كان هذا آخر ما أثاره شانون الذي اعتاد منذ أشهر على كسب تفاعل العراقيين معه على غير عادة سفراء آخرين. فما سر هذا السفير؟ حساب شانون يتصدر المرتبة الرابعة من بين الحسابات الرقمية لسفراء كندا في جميع أنحاء العالم من حيث عدد المتابعين. فأنا بدأت في دراستها قبل 18 سنة قبل تعييني دبلوماسيا في مصر، فأنا درستها سنتين في معهد تدريس الدبلوماسيين الكنديين في أوتاوا. تعلم السفير أولريك اللغة العربية قبل المباشرة في مهمته الدبلوماسية في العراق كانون الثاني الماضي، إلا أن استلامه البعثة ووجوده في البلاد حفزاه للاهتمام أكثر بالأدب من خلال قراءة كتاب مثل فؤاد التكرلي وإنعام كتشي، فضلاً عن سنان أنطون وأحمد السعداوي، وشكل استعراضه لتلك الأسماء مدخلاً مؤثراً في كسب اهتمام الجمهور العراقي ممن يستخدمون تويتر. تقارير صحفية وصفت أولريك بالدبلوماسي غير التقليدي، وقالت أنه يجيد الربط بين ثقافة البلد المستضيف بعثته والقدرة على تقديم حلول لقضايا ومشاكل مستعصية حين يتطلب الأمر ذلك. أنا متحمس جداً بتفاعل المتابعين العراقيين معي عبر منصة تويتر، وخصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية. شانون لم يتردد في تقديم المباركة للعراقيين في مناسبات عديدة منها أعياد الأضحى ورأس السنة الهجرية، فضلاً عن إحياء أربعينية الإمام الحسين.
شعبية السفير شانون ازدادت خلال عام 2000 حتى تصدر سفراء بلده من حيث المتابعة على مواقع التواصل، وقد حظي بمشاركات رقمية عديدة بعد أن اتخذ مواقف صريحة من حركة الاحتجاج العراقي، إذ لم يوفر تغريداته في استنكار انتهاك حقوق المتظاهرين ودعم حقهم في التعبير عن مطالبهم. أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي تشكيل لجنة أمنية لتأمين عملية الاقتراع في داخل المحطات وخارجها. الهنداوي قال إن اللجنة تتألف من ضباط في وزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات، موضحا أنها بدأت تعقد اجتماعاتها، فيما بيّن أن هناك لجنة أيضا من مختلف الوزارات لتوفير جميع الاحتياجات للمفوضيها. قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق هي الأولى من نوعها في تاريخه. نحن نمر بأزمة حقيقية، أنا وردت الحكومة وفيها أزمة اقتصادية لم تمر في تاريخ العراق، ومستلمت أزمة أمنية وسياسية. ماكو عاقل يقبل يتكلف بهذه المسؤولية، لكن مسؤولية إنسانية تجاه بلدي وطني قبلت المسؤولية. إلى ذلك، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إن صرف رواتب الموظفين مرتبط بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض. علاوي أشار إلى أن رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. عادا قانون الاقتراض مهما جدا، لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود في الموازنة. وفي ردها على تصريح وزير المالية علي علاوي، حذرت اللجنة المالية النيابية من قانون الاقتراض الذي تطالب به الحكومة، موضحة أن استمرار العراق بالاقتراض سيؤدي إلى إفلاسه في غضون 6 أشهر. اللجنة ذكرت في بيان أن الانتظار طال لتطبيق قانون الاقتراض المحلي والخارجي والذي أقره البرلمان في 24 من حزيران الماضي، غير أن المفاجأة كانت بتقديم مشروع قانون اقتراض آخر، متهمة الحكومة بمحاولة رمي الكرة أمام مجلس النواب فيما يخص الرواتب. لمناقشة تداعيات مواقف الحكومة والبرلمان بشأن أزمة الرواتب ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. مرحبا بك دكتور. إذا رواتب الموظفين أصبحت أسيرة الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، المواطن يتساءل هل ستصرف الرواتب ولماذا يكون الضحية دائما لسبب هذه الخلافات؟ وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة، تحياتي لحضرتك ولكل كادر قناة اليو تي في ومشاهدينكم الكرام. الحقيقة هذا الخلاف وهذا السجال أنا اطلعت عليه، حاول السيد وزير المالية إلقاء الكرة في ملعب المجلس النواب أو اللجنة المالية، وبيان للرأي العام أنه هذا الخلاف هو مصدر البرلمان، لكن أنا أعتقد أنه هذه مهمة وزارة المالية. وزارة المالية هي المسؤولة عن صرف الرواتب، بالإضافة إلى أنه هناك أموال موجودة لدى وزارة المالية قادرة على أن تصرف على الأقل مثل ما فعل الإقليم كردستان في الأزمات الماضية، ممكن أن يصرف نصف الراتب، ثلث الراتب، ثلثين الراتب، لكن لا أن تتوقف، لأنه يمتلك السيد وزير المالية يمتلك وصرح ذلك أنه يمتلك أكثر من 4 مليار دولار والحاجة إلى 1 مليار دولار، وقادر على تأمين هذا المليار من أذنات خزينة اللي هي لمدتها 90 يوما أو 180 يوم، وهذه خول بها القانون الإدارة المالية. لكن أنا وما المانع من صرفها دكتور؟ ما المانع من صرفها من قبل وزارة المالية؟ أعتقد نعم تفضل. أعتقد أنه السيد وزير المالية يضغط على اللجنة المالية وعلى البرلمان لاستحصال موافقة بالاقتراض الأكبر. المشكلة اللجنة المالية على أصح، لأنه هذه الأزمة مثل ما أشار السيد رئيس الوزراء هي أزمة طويلة وأزمة شديدة، هي ليست لا تنتهي بشهر أو شهرين. يعني هذا الموضوع كل خبراء الاقتصاديين وكل المنظمات العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المؤسسات الأخرى تشير إلى استمرار هالخلاف
خلال العام القادم. طيب. هذه الأزمة لن تنتهي خلال هذه الأيام أو الأشهر، وبالتالي إذا هو السيد وزير المالية كل ما يتعرض إلى أزمة يضطر إلى تقديم مشروع الاقتراض، هذا الموضوع لا يحل بهذه الطريقة، يحتاج أن يقدم برنامج إصلاحي، ينبغي أن تضغط النفقات، وإلا كيف تفسر أنه خلال 7 أشهر إجمالي نفقات الاستثمارية والتشغيلية كان 40 تريليون دينار، ومضت أيضا شهرين اللي هو 8 و9، هذا إجراء فعلي يعني بحدود 15، يعني تكون بحدود 55 تريليون دينار، يقدم موازنة، مشروع موازنة ضخم، وكأن الأمور اعتيادية وأسعار نفط مرتفعة وصادرات عالية جدا ب 148 تريليون، أي عقل أنه خلال 5 أشهر يصرف 110 تريليون دينار وفي 7 أشهر يصرف 40 تريليون؟ يعني طيب. أنا أعتقد أنه هذا تصرف غير اقتصادي وغير مسؤول. ما هي الاستراتيجية دكتور الحقيقية للحزمة التي تمس قوة الشعب وهي تتكرر وقد تتكرر كما تفضلت خلال الأشهر المقبلة؟ لا، السيد وزير المالية يطبق برنامج البنك الدولي، هذا البرنامج صدر وموجود تقرير البنك الدولي في 1/5/2020 وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، موجود على موقع البنك الدولي، بإمكانكم تطلعون عليه باعتباره هو خبير سابق في البنك الدولي، يعني يشير تقرير البنك الدولي إلى لجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي وسيرتفع الدين الداخلي من 43 تريليون إلى 93 تريليون دينار عراقي خلال العام القادم، وستنخفض احتياطيات البنك المركزي من 67 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار اللي هي تكفي لاستيراد العراق لمدة 10 أيام. حسنا طيب. تفعل اللجنة المالية بإيقاف هذا الهجوم على الاقتراض، ينبغي إيقاف الاقتراض، ينبغي ضغط النفقات الحكومية لأن هناك الكثير من النفقات غير مبرر لها. نعم، برأيك إذا ما اتجه العراق إلى الاقتراض الداخلي مرة أخرى هل قد يتجه فعليا للإفلاس كما تحدثت اللجنة المالية خلال 6 أشهر، وما عواقب هذه على المواطن أيضا وعلى حتى على الحكومة؟ شوف هو سيد العزيز هو يعني تمام هذا التوقع، لأنه إحنا دا نتحدث عن الأزمة الطويلة، يعني إذا مشروع الاقتراض ستكون 15 تريليون دينار خلال هذه 3 أشهر لتغطية النفقات، ثم لدينا 6 أشهر ستكون شديدة جدا اللي هي من 1/1 إلى 30/6 أيضا تحتاج إلى اقتراض ومزيد من الاقتراض، لذلك إحنا لا توجد لدينا سوى احتياطيات البنك المركزي، ستخلص الاحتياطيات البنك المركزي بعد ذلك نعلن الإفلاس. هذا الموضوع لا حل بالاقتراض، موضوع الاقتراض موضوع غير صحيح، هذا يفترض بضغط النفقات، يفترض البحث عن بدائل، هناك الكثير من مصادر الحصول على الدخل، ثم من يقول انه البنوك التجاريه اللي موجوده سواء كانت الاهليه او الحكوميه لديها التمويل الكافي لتمويل نفقات الحكومه المتزايده؟ طيب. يعني هذا اعلنت كثير من المصارف الاهليه انه غير قادره على اقراض الحكومه حتى وان اصدرت سندات الخزينه. نعم. طيب برأيك في خضم هذه الخلافات دكتور عبد الرحمن، يعني السبب يكمن في غياب الاستراتيجية الواضحة والسياسات الإدارية لدى الحكومات السابقة وحتى الحالية إن صح التعبير، على اعتبار أن الرواتب وأزمة الرواتب لا تزال حتى الآن موجودة؟ نعم، هذا الحقيقة هو ليس وليد اليوم، هو الفشل اللي حصل خلال الحكومات السابقة، هذا فشل متراكم، يعني واحدة من أسباب هذا الفشل اللي وصلنا إلى أنه في سنوات الوفرة النفطية لم يشكل العراق الصندوق السيادي مثل كل بلدان العالم اللي يحتاج، اللي اليوم كل دول العالم ده تحتاج تسحب منها، السعودية والإمارات والبحرين والجزائر ودول نفطية أخرى لديها صناديق سيادية تسحب منها بالقدر اللي يمول نفقاتها بالأزمات، ما سوى الصندوق السيادي وبددت الكثير من الثروات، احنا اليوم بدنا نتحدث عن هدر وفساد واختلاس ورشاوة بحدود 300 مليار دولار، هذه على أقل تقدير هذا الحد الأدنى، هذه قادرة أن تبني بلدان. المشكلة هذه كلها الضريبة هذه دا يتحملها المواطن، دا يتحمل أخطاء الحكومة وأخطاء السياسات، لا فلسفة اقتصادية واضحة، لا سياسات اقتصادية واضحة، لا استعانة بالخبراء الاقتصاديين، كل ما حتى الاستعانة يستعينون برجال مهندسين، مع جل احترامي لهذه المهنة العظيمة، لكن لا يصلح المهندس أن يقدم الخبرة الاقتصادية في هذا المجال. إذن الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني أشكرك جزيل الشكر.
تعددت آراء بعض من المحتجين في ساحة التحرير في بغداد بشأن النتائج من حراك تشرين، فمنهم من رأى أنها قضت على الطائفية، فيما هنالك من رأى أنها ردعت السراق والخارجين على القانون. هي اللي خلت العالم يعني متفرق بين الشيعة وبين السني، يعني كلهم يقول لك أنا مسلم وأنا عراقي، أنا عراقي وأنا عراقي، وكلهم أيد واحدة. يعني والله أنا ما أريد أكون متحمس وشعاراتي، بس ثورة كسرت حاجز الخوف. قلت لك حرت هذا الطفل الخايف اللي بداخلنا، قص صدانك، جاك صدام، جتك الميليشيات، كسروا هذا، يعني حررنا هذا الطفل من الخوف. قبل كان اللي يريد يغلط بشيء، ما نريد نحدد أي جهة ولا شيء، بصورة عامة اللي يريد يغلط بشيء كان ياخذ راحته، لين يقول انه انا ما حد حيحاسبني. من طلع الشعب بهاي الطريقة يعني اكو ممكن احد يحاسب أو ممكن تصير ثورة. للحين ما شفنا تغيير ملحوظ، لكن ممكن نشوفها بالانتخابات القادمة باختيار وجوه جديدة شبابية تمثل التغيير وتمثل الرأي الشبابي. في مرات عديدة عبر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دعمه لمطالب احتجاجات تشرين. الزميل ديار بكر يطلعنا على أبرز تلك المواقف. أهلا بكم. مع انطلاق حراك تشرين قبل عام من الآن، عبرت المرجعية الدينية في مرات عدة عن دعمها مطالب الحراك وتنديدها بالعنف الذي مورس على المتظاهرين، مع الدعوة إلى إقرار إصلاحات تستجيب لتطلعات الشارع. إليكم أبرز مواقف المرجع الديني علي السيستاني من احتجاجات تشرين. في اليوم الرابع من الاحتجاجات أكدت المرجعية الدينية دعمها مطالب المتظاهرين. السيستاني وفي خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله أحمد الصافي في كربلاء دعا إلى تدارك الأمور قبل فوات الأوان، داعيا الحكومة إلى النهوض بواجباتها وبذل ما في وسعها لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل. في 11 من تشرين الأول حمل السيستاني الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية مسؤولية قتل المتظاهرين وعدم حمايتهم من العنف الذي مورس بحقهم. مع دخول الاحتجاجات شهرها الثاني، حذر السيستاني من أي تدخل خارجي في الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة قائلا وعلى لسان المتحدث باسمه: إنه لا ينبغي السماح لأي قوى أقليمية أو دولية بمصادرة إرادة الشعب العراقي. في 11 من تشرين الثاني التقى السيستاني رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بيسخارت. الطرفان ناقشا خارطة طريق تدعو إلى وضع حد فوري للعنف والقيام بإصلاحات ذات طابع انتخابي، مع اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد في غضون أسبوعين، تليها تعديلات دستورية في غضون 3 أشهر. في منتصف الشهر الثاني من الحراك عد السيستاني التوافقات السياسية على تقاسم السلطة والمغانم سببا في الفساد، داعيا إلى إقرار قانون انتخابات منصف يسمح باستعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية. في بيانه الأخير الذي تلا اجتماعه ببلاسخارت، دعا السيستاني الحكومة الحالية على الاستمرار والمضي بحزم تجاه تحسين أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح المنفلت وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد إلى مقاطعات تتحكم بها مجامع معينة بقوة السلاح. فيما يخص الانتخابات المبكرة، يرى السيستاني أن إجراءها دون توفر الشروط المطلوبة لإنجاحها فإن نتائجها لن تقنع المواطنين وستعمق من أزمات البلد، كما ستهدد وحدته ومستقبل أبنائه. هذه عودة لاستكمال بقية الأخبار. درع التحرير فريق حضر منذ الأول من تشرين العام الماضي في ساحة التحرير لحماية المتظاهرين من قنابل الغاز المميتة، وكانوا متميزين في صد القنابل. درع التحرير، هكذا يطلقون على أنفسهم. شباب حضروا منذ الأول من تشرين العام الماضي في ساحة التحرير، تطوعوا ليكونوا دروعا بشرية تصد الدخانيات عن رفاقهم رغم إنها قتلت الكثير منهم، بواسطة دروع حديدية صنعوها بأنفسهم مع خوذ ومصدات مضادة للرصاص. بالصوت. مصطفى هو قائد المجموعة، يرتدي هنا قناع الجوكر منذ بداية الأحداث لتأثره بالفيلم الأمريكي المشهور بالاسم ذاته.
قال إن الاسم سبب له الكثير من الاتهامات التي تفاجأ حين سمعها. بعد ما أخذونا صور بهذا القناة والشباب اللي موجودين وياي فطلقوا علينا عصابات الجوكر وعصابات السفارات وهم أخذينا صورة. مصطفى كشف عن هويته أمام عدسة يو تي في خالعا قناعه، مبينا أنه شاب عراقي اعتيادي وأنه تخرج من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية. مصطفى تلقى تهديدات كثيرة بسبب وجوده وأخوته في التحرير، مؤكدا أن خروجه من الساحة يجعله يلاقي مصيرا يشبه مصير من غيبوا أو اغتيلوا. أنا واحد من الناس تعرضت لإطلاق نار بيتنا، يعني ضربوا البيت مالتنا، كتبوا اسمي واسم أخوي واسم ابن عمي على الباب، وبعدها طلقوا علينا النار. أنه الشخص أنا صار لي تقريباً لو مرتين لو ثلاث مرات راحت البيت، وحتى جماعة اللي موجودين هنا وياي بالفرقة بمجرد ما تطلع للساحة تروح البيت حالك حال الناشطين اللي راحوا. فرقة درع التحرير تضم شباباً من كل أنحاء العراق، قتل من أفرادها شخصان وغيب العديد منهم بين معتقل ومختطف. الفرقة تؤكد إنها ستبقى مستعدة في حالة تجدد القمع للقيام بالواجب الذي اختارته. عندنا شهداء اثنين حسون الله يرحمه بمجزرة السنك، وعندنا مؤمل على سر الإحرار. بالمعتقلين هواي تغيبونا، هو أكو منهم طلعوا وكل حد ما 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 نعرف عنهم خبر. درع التحرير شباب بسطاء، معظمهم من الطلبة، يقولون إنهم ثابتون في التحرير حتى تحقيق مطالب المحتجين التي خرجوا من أجلها في تشرين. قصة أخرى من قصص تشرين كتبها شباب جعلوا من نفسهم درعا لرفاقهم في مواجهة القنابل الدخانية والرصاص الحي في بعض الأحيان. من ساحة التحرير في بغداد، حيدر البدري، يو تي في. تحت قبة مجلس النواب توجد خلافات بشأن اعتماد يوم الخروج من الانتداب البريطاني عيدا وطنيا للعراق، فالقانون الخاص بالمناسبة يواجه اعتراضا من بعض النواب لأسباب نتابعها في التقرير التالي. في الثالث من تشرين الأول عام 2016 ذهب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى المقبرة الملكية في بغداد ووضع إكليلا من الزهور عند قبر الملك فيصل الأول، احتفاء بالذكرى 84 لخروج العراق من الانتداب البريطاني واستقلاله. هذا التاريخ صار اليوم برسم قرار حكومي عيدا وطنيا للعراق، وحزب معصوم المحتفي بالاستقلال يعترض عليه لتزامنه مع ذكرى وفاة الزعيم التاريخي لحزب الاتحاد الكردستاني الرئيس الأسبق مام جلال. الحكومة اعتمدت الثالثة من تشرين الأول يوما وطنيا ضمن قانون العيد الوطني الذي أرسلته إلى مجلس النواب فقرئ قراءة أولى، لكنه لم يجتز الثانية لاعتراض الاتحاد الكردستاني، فبقي في أدراج رئاسة المجلس النيابي بانتظار تحقق التوافق. وينظر إلى الثالث من تشرين الأول ليس بوصفه عيدا وطنيا فقط، بل يوما تاريخيا شهد تسجيل العراق كأول دولة خرجت من عباءة الانتداب البريطاني في حدث احتفت به أروقة السياسة وواجهات الصحف العربية وفي مقدمتها المصرية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. توأم متنبي بغداد وفراهيدي البصرة، رصيف الكتب في الموصل الأول عربيا في العمل التطوعي. رصيف الكتب في الموصل أسسه شباب وشابات ليكون امتدادا للشوارع الثقافية في المدينة والعراق، وأحد أبرز ملتقيات الثقافة والفنون في الهواء الطلق. هو امتداد لشارع النجف وأخ لمتنبي بغداد وفراهيدي البصرة.
أسسه شباب وشابات عام 2017، رصيف الكتب، ملتقى المثقفين والفنانين والأدباء، وهو أحد أبرز النشاطات التي سارعت في إعادة الحياة إلى المدينة بعد تحريرها. مضى على فتح الرصيف 3 سنوات، الرصيف يعني يوم بعد يوم، جمعة بعد جمعة يتطور، جمعة بعد جمعة يتواجدون المثقفين والشباب. مظهر إسماعيل يأتي إلى الرصيف عصر كل جمعة، يفتح مكتبته ناشراً محتواها على الرصيف المتكئ على حرم جامعة الموصل، ورغم إعاقته فإنه يجسد إصرار هذه المدينة القارئة على الاستمرار. بدأت بيع الكتب عن طريق الإنترنت، ووفرت توصيلها إلى عموم العراق بمبلغ بسيط من المال، وقد دعاني إلى رصيف الكتب مجموعة من شباب الموصل لكي أبيع الكتب، وهنا رأيت إقبال الأهالي على شرائها كبيرة. في مشهد يشبه الآشوريين وهم يشيدون القلاع، يصطف إلى جانب الكتبيين الخزافون والنحاتون والموسيقيون وبائع الورد، يكتبون رسائل في الفن والانتصار ويطلقونها على جناح لاماسو قائلين: إن نينوى عنقاء هذه البلاد. اليوم يعود رصيف الكتب من جديد بكل طاقاته وكل إمكانياته وكل المبدعين اللي يشاركون به، أيضا رجع نفس الفعاليات ونفس الحضور، تعرض الكتب، توقيع كتب، جرائد، مجلات. عام 2019 حاز هذا المشروع المركز الأول في جائزة الأمير محمد بن فهد العالمية عن أفضل عمل تطوعي في الوطن العربي ضمن حقل التثقيف الاجتماعي برعاية الجامعة العربية وتنظيم الاتحاد العربي للتطوع، لتكون نينوى الأولى عربيا في العمل التطوعي. العراقيون ودعوا عزيزا آخر، فمشاكل القلب خطفت الممثل المخضرم نزار السامراء. يمتد إلى أكثر من 40 عاما، من الصعب نسيانها لعقود قادمة. أكبرنا بدينا نحس بأن حبنا للفن بشكل مو طبيعي. من أصل عراقي وعمره لا يتجاوز 32، سامي مهدي أصغر وزير في الحكومة البلجيكية الجديدة، كلف بمهام وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء. من أب عراقي وأم فلمنكية عمره لا يتجاوز 32، سامي مهدي أصغر وزير في الحكومة البلجيكية الجديدة التي شكلت الأسبوع الماضي، حيث كلف بمهام وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء. من سكان فيلفورد حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي والأوروبي من جامعة بروكسل الحرة.
سامي مهدي من مواليدي 1988، ولد في إكسيلز بروكسل، هو سياسي بلجيكي ديمقراطي، عمل مساعدا لعضو البرلمان الفلمنكي يوريس بوشيت عام 2016 قبل أن يلتحق بمنظمة CD&V كعضو وينتخب بعدها رئيسا لقسم الشباب. بعد عدة سنوات من الانخراط في التنظيم الحزبي والسياسة المحلية، انتخب مهدي عضوا احتياطيا في مجلس النواب للانتخابات الفيدرالية البلجيكية عام 2019، وفي مارس 2020 شغل مقعده في البرلمان. سامي مهدي نال ثقة ملك بلجيكا فيليب بعد أن رشح عن الحزب المسيحي الديمقراطي وسط تفاؤل واسع للجاليات العربية باختيار شاب عربي من أصول عراقية لهذا المنصب الحكومي. في 15% in 2019 bij de verkiezingen en volgens de laatste peilingen zelfs tot aan 11. قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن بلاده ليس لديها الوقت للانتظار 30 عاما آخر من أجل حل أزمة إقليم كاراباخ والذي تحتله أرمينيا، مشيرا إلى أن أسباب عدم حل الأزمة هو تعنت أرمينيا وعدم ميلها للسلام وتجاهلها 4 قرارات صادرة عن مجلس الأمن بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال دون شروط مسبقة. من التصعيد إلى الحرب أو التلويح بها، مدفعية ثقيلة ودبابات وصواريخ وطائرات مسيرة وخسائر بشرية بين أذربيجان وأرمينيا التي أطلقت الرصاصة الأولى. ناغورنو كاراباغ أقليم أذري تحتله أرمينيا، وأكثر من ذلك فقد سيطر الجيش الأرمني على المناطق الأذرية الواقعة بين كاراباغ والحدود الأرمنية الأذرية، حيث تشكل مجتمعة قرابة 20% من أراضي أذربيجان. دبلوماسيا لا يختلف الوضع كثيرا عن ساحات المواجهة، فوزارة الخارجية الأذرية ترى بأن أرمينيا تسعى لاستغلال الصراع في كاراباغ لصرف انتباه سكانها عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في البلاد وتكريس سلطة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. المد الأرمني لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى الاستعانة بعناصر حزب العمال الكردستاني PKK المصنف منظمة إرهابية للمشاركة في القتال الدائري بأقليم كاراباغ. أذربيجان كشفت عن اتفاق جرى بين أرمينيا وحزب العمال الكردستاني يتضمن نقل 3000 مقاتل من الحزب الذين تدربوا في شمال العراق وسوريا إلى أقليم كاراباغ، مؤكدة أن بحوزتها معلومات استخبارية تثبت ذلك بما في ذلك مقاطع فيديو. قبل الختام أذكركم بالعناوين. قصف يستهدف حركة أنصار الله الأوفياء على الحدود مع سوريا، فصائل تتهم التحالف والأخير يتبرأ. طهران توافق بغداد على أمن البعثات وسفيرها يؤكد ندعم إجراءات الكاظم في حماية الدبلوماسيين. رواتب العراقيين أسيرة خلاف بين الحكومة والبرلمان، ووزير المالية يقول لا صرف من دون اقتراض. لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية، في أمان الله.